إذن هناك عدة شائعات بالساحة المدنية، بالساحة المجتمعية. ما بين الشائعات من بينها توقيف الأجر، لم يكن هناك أي توقيف لأجر. كان من بين الشائعات اللي كانت أنني قاموا بالتوقيف ديالي، هذاك التوقيف اللي قالوا لي بقاو كيهضروا عليه واللي بقاو كيروجوه، لأن علاش ناضوا المرضى كيعيطوا لي في الهاتف ديالي كيقول لي دكتور واش بصح وقفوك؟ ما وقفونيش. أنا كنت هذيك الساعة في شهر أبريل 2018 توجهت للديار النرويجية، لأن كان عندي تكوين مستمر، كان عندي حضور بمؤتمر عالمي اللي كيخص جراحة العظام عند الطفل وأيضا الجراحة التقويمية عند الطفل مدينة أوسلو. حضرت ليه، خديت واحد العطلة قصيرة، من بعدها ولجت المستشفى. إذا بالناس كتصل بيا وأنا في الخارج كيتصلوا بيا كيقول لي واش تم التوقيف ديالك. كان من بين الشائعات أن الدكتور الشافعي راه تيسمصر في المرضى، أن الدكتور الشافعي كيتعدى على المرضى. هاد الشيء عانيته منذ سنة وأنا كنعاني من هاد الشيء منذ سنة، وما كيحاولوا يلطخوا الملف المهني ديالي، لدرجة أنهم عاطين صورة خاطئة للمسؤولين. هاد المسؤولين اللي أنا اليوم كنجي وكنطالبهم بواحد الحاجة، واش أنتم جيتوا باش تسولوني؟ جيتوا دولتوا معايا؟ جيتوا جلستوا معايا وتكلمتوا معايا؟ فين هما المراسلات ديالي؟ فين هما الكتابات ديالي؟ فين هما الرسائل ديالي؟ الرسائل ديالي اللي بعثتها لكم منذ البداية باش كنعبر. شوف راني اليوم كنقول احترمت المساطر الإدارية، بعثت لكم بالرسائل، شفتوا الرسائل وحداتي والأخرى، ما عمرني ما تلقيت بواحد الرد ولا كنتلقى بردود استهتارية. هذا في بلد يحترم ما كنردوش بهذيك الطريقة، لأن اليوم كيتحدث معكم يا مسؤول إطار دولة، كيتحدث معكم طبيب جراح مؤهل، طبيب جراح اللي كان بالأحرى تجلسوا معاه وتجلسوا معاه وتشرحوا ليه الوضع. إلا كان الوضع أنتم ما قديتوش تعالجوه، عبروا ما فيها مشكل، نعرفوا بعدا فينا هو المشكل باش نعرفوا شنو هما التوجهات اللي غادي ناخدوها، باش تبقاو تضيقوا علينا الحصار وتبقاو تلطخوا لنا الصورة في المجتمع المدني وتبقاو تروجوا الشائعة في المجتمع المدني. تصوروا معايا بأنه على غير البارح على إثر المحاكمة أنا كنسمع بأن الدكتور الشافعي راه تحاكم، وفاش قال هذيك الا ما قبلش عيا المغرب غادي نمشي للخارج، راه الشائعه اللي بقات كتروج ما بين المجتمع التزنيتي هو ان الدكتور الشافعي صافي راه جمع باليستو ومشى للخارج، ان عمال الحراسه وسط المستشفى فاش كيجيو المرضى كيقول لهم الدكتور الشافعي راه ما كاينش وما بقاش غيجي وما غيجيش اليوم. هادشي غير على خلفيه المحاكمات. اش هادشي عايشين فيه المسؤولين على القطاع؟ هذا المشكل راه حنا كنعانيو منه، راه كنعانيو منه بحرقه، وجينا تكلمنا اليوم. قلتوا لي علاش استغليتي المنابر الاعلاميه؟ علاش استغليتي الصفحه الفيسبوكيه؟ هي استغليتها باش نعبر على الراي ديالي، باش نهضر على الراي ديالي، باش نوصل لكم الصوت ديالي اللي نتوما حاولتوا تخمدوه بطريقه التعامي، تخمدوه بطريقه العزوف على الاستجابه، عزفتوا على الاستجابه، ماشي مره ماشي جوج، حاولتوا تضحكوا عليا كمسؤولين. علاش؟ لانكم ظنيتوا بانني صغير السن، بان ما عنديش تجربه بالساحه الميدانيه، قلتوا بانني ما غاديش نقد نواكب التطورات، ماشي غنقول تطورات، وانما ما غاديش نقد نواكب المكائد اللي نتوما كنتو كتنصبوها في كل مره. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.